الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل المصدر لآسيا في تعاملات اليوم مع تذبذب أسعار النفط عالميا، وارتفع خام البصرة المتوسط ليصل إلى 93 دولارا و99 سنتا للبرميل الواحد، وارتفع خام البصرة الثقيل ليصل إلى 90 دولارا و74 سنتا، وتذبذبت أسعار النفط خلال افتتاحها أمس الاثنين واليوم الثلاثاء لترتفع وتنخفض لعدة مرات خلال اليوم، تحكمها شحة المعروض ويقابلها التخوف من الركود الاقتصادي العالمي. عالمياً تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم بفعل التقدم الأخير في محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 96 دولاراً و47 سنتاً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 90 دولاراً و60 سنتاً للبرميل بعد صعودها 2% في الجلسة السابقة. وكان الاتحاد الأوروبي قدم في وقت متأخر نصاً نهائياً لإحياء الاتفاق النووي بانتظار موافقات من واشنطن وطهران، ما أثر بشكل مباشر على تعاملات اليوم. ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية ساب بنسبة 15.1% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2022، وقالت الشركة إن صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 14 مليار و400 مليون ريال، ما يعادل 3 مليارات و840 مليون دولار. وتراجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام وتكاليف الشحن والتوزيع. وتعد شركة سابك أكبر شركة بتروكيماويات محلية ومملوكة بنسبة 70% من شركة أرامكو السعودية. تراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال تموز الماضي للشهر الثالث على التوالي، وقال البنك المركزي المصري إن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت إلى 33 مليارا و143 مليون دولار بنهاية تموز، نزولا من 33 مليارا و370 مليون دولار بنهاية حزيران السابق. وخلال العام الحالي تراجعت احتياطات النقد الأجنبي 19%، نزولا من 40 مليارا و940 مليون دولار بنهاية كانون الأول عام 2021. وتوجه النظام في مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب قرض مالي لم يعلن أي طرف قيمته، فيما أعلنت مؤسسة جولدمان ساكس المصرفية الأمريكية أن قيمة القرض تقترب من 15 مليار دولار. يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان ارتفاعه مع وقع إقفال المصارف أبوابها التزاما بقرار الإضراب، وتخطى سعر صرف الدولار حاجز 31 ألف ليرة في عطلة نهاية الأسبوع ليواصل مساره اليوم ويتراوح بين 31200 ليرة و 31300 ليرة، الأمر الذي ينعكس بالزيادة على أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية والخدمات التي باتت تسعر بحسب سعر الصرف اليومي الذي تحدده التطبيقات، والذي يبقى أعلى من السعر الذي يحسبه الصراف عند بيع الناس دولاراتهم، الأمر الذي يكبدهم أيضا تكاليف إضافية. قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين تحملان الحبوب أبحرتا من ميناء تشورموسوك الأوكراني في إطار اتفاق للسماح بتدفق الصادرات البحرية الأوكرانية. وأضافت أن سفينتين جديدتين غادرت إلى كوريا الجنوبية حاملة ما يقارب 65 ألف طن من الذرة، بينما تحمل السفينة الثانية ما يقارب 54 ألف طن من مسحوق دوار الشمس إلى اسطنبول في تركيا. وكانت تركيا وأوكرانيا أعلنتا أن سفينتين أخريين تحملان الذرة وفول الصويا أبحرتا من مينائين أوكرانيين على البحر الأسود، ليرتفع المجمل إلى 10 سفن منذ غادرت أول سفينة الأسبوع الماضي في إطار اتفاق مع روسيا لفك الحصار عن صادرات الحبوب الأوكرانية. إلى أسعار العملات والمعادن.
إلى اللقاء.